ولنقاش ملف الأزمة الاقتصادية في لبنان والتظاهرات التي خرجت اليوم أمام مصرف لبنان المركزي، ينضم إلينا عبر خدمة سكايب من العاصمة اللبنانية بيروت المحامي وأستاذ القانون الدولي دكتور طارق شندب. أهلا بكم دكتور. أهلا فيكي. دكتور، بعد دعوة الاتحاد العمالي العام للإضراب والاستجابة لهذا الإضراب، كيف يمكن تفسير تأييد الشعبي والخروج للشوارع اللبنانية اليوم؟ أولاً يعني دعوة الاتحاد العمالي اليوم كانت مشبوهة باعتبار أن الاتحاد العمالي أصبح جزءاً من منظومة الدولة الخاضعة لرئيس مجلس النواب. ثانياً، خرج صحيح قسم كبير من اللبنانيين الذين سئموا صراحة من تصرفات الحكومة ومن تصرفات الناس التي تدعي أنها تمثل الشعب اللبناني، وهم خرجوا ليطالبوا بلقمة العيش. صراحة الوضع الاقتصادي في لبنان صعب جدا، انهيار كبير في قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار، حجز بأموال المودعين في المصارف. يمكن القول أن المصارف اللبنانية سرقت أموال المودعين. الحكومة اللبنانية مشاركة في هذه العملية لأكبر عملية سرقة في التاريخ. القضاء اللبناني عاجز عن توقيف أي مجرم من هؤلاء المجرمين، إما بسبب عدم رغبته بذلك أو بسبب قصره أو بسبب مشاركة بعض القضاة للطبقة السياسية. أضف إلى ذلك التجاذبات السياسية في لبنان كبيرة جدا وضيقة جدا بين الأحزاب السياسية، لذلك انقسم الشارع اللبناني ودفع الثمن الشعب اللبناني الذي يئن من الفقر، وأصبح هناك طبقة كبيرة من الفقر حوالي 70 إلى 80% تحت خط الفقر. الناس لا تجد كهرباء ولا ماء ولا أدوية في المستشفيات ولا في الصيدليات. الوضع صعب أكثر مما يتخيله الشخص أن لبنان انهار بهذه السرعة، والسبب في ذلك هو الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان منذ 20 سنة أو 30 سنة، كل الطبقة السياسية باختلاف مسمياتها موالاة ومعارضة، التي اتفقت فيما بينها منذ عشرات السنين حتى اللحظة على سرقة الشعب اللبناني دون أي رقيب أو عتيد. تصوري الديون 200 مليار دولار، لم يتم توقيف أي فاسد، حتى أن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت بعض الوزراء اللبنانيين السابقين والحاليين على لائحة العقوبات بسبب فسادهم، ولكن القضاء اللبناني لا يقوم بتوقيف أي فاسد. أموال اللبنانيين ذهبت أدراج الرياح ولا يتم توقيف أي فاسد. السياسيين هم من استفاد من تلك الطبقة، من تلك العملية، بالإضافة إلى أن حاكم مصرف لبنان وموظفي الحاكمية وكل المسؤولين تشاركوا مع المصارف في عملية الاحتيال التي سرقت قوت الشعب اللبناني. سياق، باعتباركم أشرتم للمصارف، كيف يمكن تقييم تعامل مصرف لبنان المركزي مع أزمة الليرة في ظل التجاذبات السياسية؟ مصرف لبنان مسؤول بطريقة مباشرة وغير مباشرة عما حصل. هو كان يقوم بإيداع المال العائد المصارف في خزانته، وكان مصرف لبنان حاكم مصرف لبنان يخرج في كل مرة ويقول أنه لا خوف على الليرة، وهذا حديثه منذ عشرات السنين. تم رفع الفائدة بطريقة احتيالية لجذب أموال المودعين بمعرفة ورضا وبطلب من مصرف لبنان. قام مصرف لبنان بإعطاء ديون للدولة اللبنانية، رغم أن الدولة تملك المصرف، ولكنه أعطى ديون للوزارات. الوزارات والوزراء هنا أقول نهبوا الأموال. حاكم مصرف لبنان يرمي اللوم على أن الدولة هي من سرقت الأموال، والمصارف ترمي اللوم على مصرف لبنان، والشعب دفع الثمن. العملية الاحتيالية شارك بها كل المسؤولين، مصرف لبنان إلى المصارف إلى الوزراء إلى كل الطبقة السياسية، وهو يتحمل المسؤولية الكبرى مصرف لبنان، لأنه هو المولج بضبط سعر الدولار وبمراقبة العملية البنكية والمصرفية، وهو لم يقم بذلك بل تشارك معهم في عمليات الأرباح لقاء منافع خاصة ومنافع شخصية ومخافية أعظم مما يظهر الآن باتفاقيات بين بعض المصارف وحاكم مصرف لبنان لقاء مصالح خاصة. دكتور، إلى أي مدى يمكن القول أن الأزمة السياسية في لبنان هي التي أنتجت الأزمة الاقتصادية؟ هذا الكلام صحيح 100%.
الطبقة السياسية في لبنان هي من سرقت أموال اللبنانيين، هي من سرقت أموال الدولة العمومية والخصوصية وسرقت أموال الناس. هذه الطبقة التي اعتادت أن تسرق، يدخل الوزير فقير يخرج مليونير دون أي مراقبة أو محاسبة، متحصنا بحصانته السياسية والحزبية والنيابية والوزارية، لأن القانون والدستور يحميه بطريقة مباشرة، ولأن الطائفة والمذهب يحميه. وبالتالي هناك وزراء دخلوا وأصبحوا من أغنى أغنياء العالم، كله على حساب الشعب اللبناني. والمشكلة أن هؤلاء السارقين الذين كانوا يتباهون بسرقاتهم على شاشات التلفزة كانوا يتنطحون ليأخذوا مراكز أعلى وأكبر في الدولة اللبنانية، وكان هذا للأسف ما يجري طوال 15 سنة ماضية، حتى أنه لم يتم توقيف أي فاسد أو سارق. إذن المشكلة الرئيسية في لبنان هي مشكلة سياسية، أي أن السياسيين هم من سرقوا باختلاف مسمياتهم، كلهم اتفقوا على سرقة الحكومة، على سرقة أموال الشعب، كل أعضاء الحكومة، كل الأحزاب السياسية. لا تشكل أي حكومة في لبنان دون موافقة الجميع، والجميع يكون له حصة. تصوري أن مثلا وزارة الكهرباء هي من حصة مثلا حزب الله أو تيار حركة أمل والتيار العوني منذ 20 سنة، عليها ديون للدولة اللبنانية 60 مليار دولار، أو أنفق لها 60 مليار دولار. مثلا وزارة الصحة تؤخذ لفريق معين وعليه أن يسرق منها ويصرف منها لحسابات انتخابية وغير انتخابية، فيخرج الوزير يعني في نهاية الوزارة معه كذا مليار دولار. وزارة الأشغال نفس الشيء، وزارة الطاقة نفس الشيء، وزارة يعني كل الوزارات هي محسوبيات. يعني هذا الوزير، هذا الحزب إذا أخذ وزارة الصحة، الحزب الآخر يأخذ وزارة الطاقة. هكذا توزع المنافع والمكاسب في لبنان، وكان لبنان يستدين من المصارف، والمصارف تستدين من الشعب، من أموال الشعب المودعة، وليست هي إدانة، وإنما تم وضع أموال الشعب بفوائد عالية. المصارف أدانت استدانت منها الدولة اللبنانية، سرقت أموال الناس، ذهبت أموال المصارف. السارقين هم الفاسدين، هم الوزراء والنواب والمتعهدين. أوروبا، بعض الدول الأوروبية وأمريكا وضعت بعضا منهم على العقوبات، ولكن القضاء اللبناني حتى الآن لم يوقف أي فاسد بسبب التواطؤ فيما بينهم، وبسبب خضوع أكثرية القضاء للسلطة السياسية الفاسدة. نعم الفساد بلبنان هو نتيجة لسياسة الأمر الواقع، كذلك للسلاح المتفلت الذي يحمي الفاسدين. فلا بد أن نعترف أن ميليشيا حزب الله وكل الطبقة السياسية التي تحمل السلاح هي متشاركة مع تلك الطبقة السياسية في لبنان في عملية الفساد، على مبدأ لكم فسادكم ولي سلاحي، والسلاح يحمي الفساد والفساد يحمي السلاح، والكل تشارك بسرقة الدولة بطريقة أو أخرى، وجعلوا منها مغارة علي بابا، فدفع الثمن المواطن اللبناني. حديث عن أزمة المحروقات، إلى أي مدى تظن أن سماح واشنطن للبنان باستيراد أو كاستثناء باستيراد النفط من سوريا سيحل هذه الأزمة؟ مشكلة الفيول والنفط في لبنان هي من أكبر المشاكل التي أدت إلى سقوط المنظومة الاقتصادية في لبنان وسقوط الدولة في العجز. الدولة اللبنانية تدفع ثمن فرق سعر البرميل النفط كانت وتغطيه من الخزينة العامة، وهناك كارتيلات خاصة لمن يحق له استيراد النفط إلى لبنان لبعض السياسيين حصرا دون أن تقوم الدولة بذلك، أي أن الأرباح التي يجنيها السياسيين هي أرباح خاصة لهم على حساب الدولة بدل أن تقوم الدولة بالاستيراد. هذا أول مزراب من مزاريب الفساد. ثم بعد ذلك أصبح أن الدولة التي تدفع فرق قيمة البرميل النفط من جيوب اللبنانيين ومن خزينة الدولة، أصبح هذا النفط يهرب إلى النظام السوري وإلى سوريا عبر المسؤولين والشركات التابعة لميليشيا حزب الله وغير ميليشيا حزب الله، لكي يحققوا أرباحا كبرى ثم يعيدونها إلى لبنان لتحقيق أرباح أخرى كذلك على حساب الشعب اللبناني. أي أنهم يربحون في السرقة من لبنان ويربحون في إعادتها إلى لبنان بحجة أن لبنان بحاجة إليها، رغم أنها أخرجت من لبنان والخزينة اللبنانية دفعت فرق سعر البرميل لكي يستفيد منه المواطن اللبناني، لا يستفيد منه كبار التجار الذين كانوا يأخذون تلك المادة إلى سوريا ثم يعيدونها إلى لبنان. لبنان، سوريا أصلا تستورد نفط، وكلام أن لبنان يأخذ النفط السوري أو النفط الإيراني غير صحيح. كل تلك أموال النفط أو مواد النفط التي تدخل هي تدخل إلى لبنان.
الدولة اللبنانية تقوم بإعفاءات كبرى للشركات من جمارك وغيرها، تدفع هي قيمة الفرق في التكلفة، تذهب إلى جيوب كبار المتنفسين في الدولة اللبنانية، بعض الوزراء المختصين والذي يحق لهم فقط استيراد النفط وبعض الأحزاب، يقومون بالربح من حساب الدولة ثم توريدها إلى النظام السوري ثم إعادتها إلى الدولة اللبنانية والاستفادة منها مرة أخرى. سوريا دولة غير منتجة للنفط الآن في ظل ما يحدث فيها وبظل سيطرة بعض الأحزاب على مواقع النفط، وسوريا عليها حظر. إذا من يستفيد من النفط الذي يستورد لبنان هو النظام السوري وليس بالعكس. شكرا جزيلا لك دكتور طارق شندب المحامي وأستاذ القانونية الدولي، حدثنا عبر خدمة سكايب من بيروت، شكرا لك.